في الوقت اللي بتوصلنا فيه المية واحنا في بيوتنا، في ست كبيرة مش لاقية بقى مية تاخد بيه الدواء، وطفل صغير بيعيط من كتر العطش، وبيوت كتير ما فيهاش حتى الحمامات، وكل ده عشان ما فيش وصلات مية داخلة للبيوت، وأقرب حنفية عمومية ممكن يملوا منها المية بيمشوا لها مسافات كتير يوميا، وحتى لو وصل هيملى فين كمية تكفي الغسيل والشرب وغيره. وعشان كده اتأسس مشروع نهر الخير اللي بيكم هيوصل ويروي ناس أكتر، عشان بتبرعاتكم نوصل المية لكل بيت محتاج. مع كل رسالة تبرع بتبعتها في وصلات بتكمل ونهر الخير بيوصل، عشان نروي طفل صغير ونشوف فرحته بالمية وهو بيشرب، ونرحم الست الكبيرة من التعب وتاخد علاجها. وعشان نشوف نهر الخير في كل البيوت المحتاجة محتاجين مساعدتكم وتبرعاتكم معانا. اتصل بينا على 19054 ومندوب عمار الأرض هيجيلك لحد عندك، أو بعت لنا رسالة فيها حرف نون أو إن على 95535 عشان تتبرع بخمسة جنيه. ممكن تتبرع على حساب 653 في CIB أو المصرف المتحد، أو من خلال خدمة فوري كود 970 تحت اسم مشروع نهر الخير. يمكن التبرع من خلال خدمة أورنج كاش من خلال شباك 115 شباك.